تلفزيون اليعسوب الورقي 2021 موسم الحلقة التجريبية 22 من يوليو 2021. لا توجد أجنحة خاصة بطب الأطفال تقع فوق مدافن النفايات التي كانت تؤوي ذات مرة أحداثا إشكالية والتي كانت قبل ذلك تستضيف معارك أسبوعية غير قانونية مع الكلاب. قبل ذلك كان المستشفى النفسي الوحيد في المقاطعة 105 سريرا. بعد حرب فيتنام بوقت قصير أراد سكانها ملء تلك الحفرة الضخمة بشيء ما. كانت القمامة إجابة منطقية وعقلانية في ذلك الوقت. انقضت الأزمنة قبل أن يمر نصف قرن طويل. كما هو متوقع يعتبر هذا الطرد ممتلكات آفتا. لسنوات أنفقت المقاطعة الكثير من المال والقوى العاملة الشاقة التي لا نهاية لها للقتال لدرء المظاهر البائسة، لكنها لم تحقق سوى الإحباط. لقد قدم السياسيون لسنوات وعودا بمعالجة هذه المشكلة كنقاط محورية خلال الحملات الانتخابية، ولكن بمجرد انتخابهم لم يقم أي سياسي بإعادة النظر في هذه القضية. عرض مسؤول المقاطعة طرد اللفحة هذا جانا مقابل استمرار تجميل المنطقة. لا أحد مهتم. في العام الذي فاز فيه الرئيس ريغان بإعادة انتخابه، قامت مجموعات من المستثمرين وشركات المقاولات ببناء أجنحة طبية متعددة المستويات للأطفال. بعد العديد من التأخيرات والنكسات، تم افتتاحها وازدهرت الأعمال في مجال الأدوية للأطفال. تقع عيادات الطب النفسي وعلم النفس للأطفال في مركزها الأكثر موقعاً. العيادات منظمة وفق نمط دور. سيدا، فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات ذات بشرة بنية فاتحة وشعر أسود طويل وعينان بنيتان وأنفها لطيف مع ملامح الوجه الأكثر جاذبية، وقفت منتصبة على ارتفاع 4 أقدام تقريبا. تم تأجيل موعدها مع الدكتورة ماريا هيرنانديز لمدة 30 دقيقة. استقبلت موظفة الاستقبال أحد المرضى الصغار في العيادة. الجمعة وقت متأخر من الظهيرة. في الخارج أغرتنا الظروف المترولوجية طلاب الصف 8 على الإخلاء بالداخل على الفور. سطوع 85 درجة مصحوبة بنسمات زفير لطيفة. سماء صافية وزرقاء للغاية مع غيوم بيضاء هزيلة منتفخة منتشرة في جميع أنحاء الكون مع الفضاء ظهرت أعلى من المعتاد. جلس الصبي اليتيم دودلي عن يميني. دودلي هندي أصلي ولاتيني بشعر أسود طويل متشابك وعظام وجنتين مرتفعتين، نحيف ووقف منصب عند 5 قدم 3 بوصة، ويرتدي قميصا قديما يسبح قاصرا ويتخبط، يقرأ كتالوج المدرسة. لمدة 15 دقيقة تقريبا لم يكن كان يصدر أي صوت. كان يغمغم بشكل دور. بارون ديوك، فتى مليونير أبيض بشعر أشقر قصير وعينان مزرقتان، نحيف ووقف منتصبا في 5 قدم 4 بوصة، جلس على يساري وقرأه أيضا. لم يتحدث كثيرا. ابدأ إخبار جيدة عندما كلاهما لم يعلق. عرفنا بعضنا البعض منذ أيام ما قبل الروضة. يمكننا قراءة لغات جسد بعضنا البعض. تمتم دودلي كالبا. قال البارون شيئا بهدوء. قامت موظفة الاستقبال بشيء مضحك وضحكت بحرارة. حدقت سيدا في وجهها بغيب. كما حدق بها مرضى صغار آخرون غابا أيضا. توقفت الفنانة أقتا وحللت جمهورها. في البداية حللت رد فعل سيدا الصامت. بعد ذلك درست ردود فعل المريض الأخرى غير المعلنة. ألقت نظرة سريعة علينا. حدقت فيها بعيون مفتوحة على مصراعيها وشفاه مغلقة. نظرت إلى دادلي وبارون. لم ينتبه لها أحد. وقفت ثم تمسح العرق على جبهتها بظهر يدها ثم قالت جمهور صعب. دعا الدكتور هيرنانديز إلى سيدة.
رافقت موظفة استقبال أختي الصغرى إلى موعدها. يوم السبت قبل بدء المدرسة رسمياً، ارتبطت مجموعة منا في إنشنتد واتر بارك، قبول مجاني للطلاب حتى كبار السن في المدارس الثانوية. في المداخل الرئيسية، اصطفنا جنباً إلى جنب مع طلاب آخرين من مدارس أخرى داخل المنطقة. الكثير والكثير من الطلاب والمرافقين ملأوا أماكن وقوف السيارات الشاسعة. تملأ الحافلات المدرسية والشاحنات المستأجرة وأنواع أخرى من المركبات أماكن وقوف السيارات أيضاً. المزيد والمزيد من الطلاب والمرافقين اصطفوا في جميع مداخله. تملأ الحافلات الإضافية والسيارات العائلية والشاحنات الصغيرة والحافلات المستأجرة كل مساحة متاحة وانسكبت على المناطق العشبية والممرات. تم دمج الكثير والكثير من الدراجات وألواح التزلج في مناطق قليلة الأقرب إلى البوابات الأمامية. واصطحب البارون سيارة ليموزين وخدم. ركبنا أنا ودادلي دراجاتنا. التقينا في مؤخرة الجماهير. استقبلنا بعضنا بعضا بقبضات أيدينا ثم أصطفنا خلف الآخرين. كان زملاؤنا الآخرون من بين مجموعة أخرى من رواد الحديقة. الظروف المترولوجية الأقرب إلى ما يرام ولكنها تتجه نحو منطقة قابلة للتنفيذ. في الساعة 8 صباحا وصلت درجة الحرارة إلى 70 درجة مع تيار هواء معتدل. غيوم الصباح منتشرة في جميع أنحاء الغلاف الجوي. ظهرت طلقات الشمس في نصف الكرة الشرقي. في هذا الجزء المحدد كان ضاء بألوان برتقالية فاتحة يبدو كما لو أن نار المخيم قد شعلت. جاءت حركات بدلم والضوضاء الصادرة عن المشاركين الأكثر حيوية من كل اتجاه. أظهروا الصغار حيوية. كبار السن أظهروا الصفاء. أظهر المرافقون قدرات تعدد المهام. ساعد موظف بارك وقدموا التوجيه. ساهم الجميع من كل اتجاه في حدوث فوضى من الحركات والضوضاء داخل إنشنتد واتر بارك. أخذ والدي سيدا وشقيقي الأكبر سيثون، وهو طالب ثانوي، وأختي الكبرى سياكيم، طالبة في السنة الثانية، لرؤية أجدادنا. اخترت عدم الذهاب لعدة أسباب. تطورت ألغاز أجدادي الأخلاقية حول سيدا وأنا. زعموا أنني عاملت أختي الصغرى كما لو كانت ابنتي. زعموا أن سيدة بحاجة إلى حب شديد وليست عطفا. وافق والداي. كان سيث وسياكيم أوراقا جامحة في موضوع يتماشى فقط مع مزاجهم. يوما ما دعموا أيديولوجية أجدادنا، وفي يوم من الأيام لم يكونوا ليختلفوا معي أكثر. كان دودلي غافلا عن ذلك. لم يفهم العلاقات الأخوية. لم يفهم ولا يهتم بالتعلم عن هذا. في كل ثالث قمر أزرق وليس قبل ثانية واحدة، كان يستفسر عن سبب عدم ضحك سيدة أو بكائه أو إظهار أي عاطفة أخرى. وصفها دودلي بأنها دمية صغيرة كمبودية. اخترت عدم الرد على سؤاله. اقترح البارون مساعدين شخصيين لام سيدة. كنت عالقا بين طرفي نقيض، وقدم كلاهما أفكارا تتماشى مع تصوراتهما للحياة ولدى دادلي في فقر وبدون خلفية عائلية. ولد البارون في ثروة وله روابط عائلية قوية. خلص دادلي إلى أن افتقار سيدة للعاطفة مرتبط بنقص الدعم العاطفي من الوالدين. خلص البارون إلى أن المال حل جميع المشاكل. كان المساعدون الشخصيون والخادمون والخادمات بحاجة إلى الثروة. منذ ولادته كان بارون محاطا بمساعدين شخصيين وخدم و تلفزيون اليعسوب الورقي 2021.